يعني واحنا بنتفرج على كاس العالم كده غيرنا، يعني حابين ان احنا يبقى عندنا من ده، مش عايزين ان احنا بس نتأهل لكاس العالم، لا احنا عايزين نتأهل ونلعب ونكسب، وليه لا، ليه ما نفوز، ليه ما يبقاش عندنا الطموح ده. في الحقيقه يعني امبارح انطلق برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الرياضيه الشابه في كل المحافظات الجمهوريه، وده المهم ان يبقى عندنا مواهب من المحافظات المختلفه، ونقدر ان احنا نجوب المحافظات دي ونشوف، لان احنا اكيد عندنا مواهب، واحنا فعلا عندنا مواهب كتير. السنه دي البرنامج هيشتغل على اكتشاف المواهب الرياضيه دي من مواليد 2008 عشان يكون عندنا اكتر من محمد صلاح في مصر. عندنا ومعانا على التليفون دلوقتي الاستاذه ساره حسنين، عضو في فريق كابيتانو مصر. صباح الخير عليكي. صباح النور بسنت، اهلا بيكي. صباح الخير وصباح على كل المشاهدين. مبروك لانطلاقة البرنامج امبارح، انطلاقة موفقة جدا جدا، وفكرة البرنامج نفسها مهمة جدا واحنا فعلا محتاجينها. طبعا يعني بصراحة البرنامج ادى، طبعا يعني احنا بنشكر كل اللي دعم في الجهاز الفني، دكتور محمود سعد وكل الجهاز، كان احنا محتاجين الحاجة زي كده عشان في فعلا لاعبين موهوبين كتير وكانوا عايزين الفرصة. واحنا بنشكر كابيتانو مصر والشركه المتحده اللي هي ادت فرصه للعيبه دي تظهر، وزي ما قال سياده الرئيس اللي هيكون فيه محمد صلاح يبقى فيه كتير محمد صلاح. اكيد يعني في مواهب كتيره يعني. طيب وجود حضرتك بقى كعنصر نسائي في فريق كابيتانو مصر معناه ايه؟ معناه طبعا انت عارفه ان انا لعيبه كوره، اكيد لعيبه كوره وكده، طب حاجه كويسه. اللي احنا اللي انا حاجه بشكر طبعا اللي ادوني الفرصه اللي انا اكون اول سيده تشارك في الجهاز الفني بتاع كابيتانو مصر، وكمان يعني حاجه كويسه اللي يقول لك ايه، مفيش مستحيل يعني. المراه برضه تقدر تمرن الاولاد يعني عايزين كمان في المستقبل نشوف الكوره النسائيه يعني تبقى أقوى كمان إن شاء الله. طبعاً طبعاً في كرة نسائية، وفي في يعني مصر عندنا مواهب كتيرة. إحنا أكيد. بس نشتغل ونكون عندنا هدف وعندنا حلم، وإحنا هنحقق نوصل كأس العالم زي ما إحنا متفقين. وكمان أنا عايزة أقول اللي فيه يعني إحنا لفينا المحافظات كلها، وفي بعض اللاعبات لاعبين كلهم مميزين، بس هم كانوا عايزين الفرصة. يعني الأولاد دولت ولا كانوا بيلعبوا في نادي ولا بيلعبوا في اكاديميه، ولا موهوبين بالفطره، واخدين بالفطره وجايين يعني جعانين كوره وعايزين يعملوا حاجه، ودي الحاجه الكويسه اللي هو عايز يعمل مستقبل ويكون عنده هدف وكده. طيب كلمينا عن المواهب دي بقى والاطفال، يعني اكيد شفتي كواليس مختلفه، احكي لنا عنها. طبعا في كتير يعني، انا بس مش عايزه احرق لكم البرنامج، انتوا هتتفرجوا على البرنامج خميس وجمعه الساعه 9. في كواليس كتيره طبعا، هي فكره البرنامج كلها هتبقى مباريات، كل فريق كل يعني انا ماسكه فريق معايا مجموعه من 18 ولد، واحنا بنتنافس مين ياخد كابيتانو مصر. في كواليس طبعا، في ناس هتطلع وفي ناس هتكمل وفي عياط وفي كذا، يعني هتبقى حاجه كويسه يعني. الكواليس كلها يعني حتى مع النجوم، طبعا عندنا معانا كابتن شادي محمد وكابتن محمود ابو الدام واليماني، يعني في كواليس يعني كل واحد عايز يثبت اللي فاروق قوي كويس وقوي، عايز ياخد كابيتانو مصر. يعني انا اللي انا شايفاه يعني المشروع ده مميز وهيبقى ليه هدف كبير، وحتى بعد البرنامج ده هيبقى فيه موسم تاني وتالت ورابع، عشان كل اللي ده الهدف ان شاء الله. احنا عاوزين نوصل لكاس العالم ونطلع المواهب من احسن زمان فات الرايت، اللي احنا عايزين يكون عندنا محمد صلاح اكيد يعني. طب انتوا حضراتكم مستهدفين كام موهبه؟ يعني هل ممكن نضاعف الاعداد اللي احنا مستهدفينها دي الفتره الجايه كمان؟ ايوه احنا كان في هي الموضوع كان فيه اختبارات. كان احنا كان الاول كنا عندنا 500 ولد في جميع المحافظات، 500 ولد دول اللي بتصف التصفيات كلها 148، 148 دولت خدنا من احسن المواهب في المحافظات كلها، وانتوا اللي هيشوفوه في الكابيتانو مصر. يعني في مواهب يعني كتيره وحلوه، واحنا عندنا لسه في ناس كتيره لسه عايزه تاخد، لحتى الناس اللي ما سمعتش وكده هتكلم طبعا دكتور محمود سعد او وزاره الشباب والرياضه، ويكون عندهم مواعيد في الاختبارات. يعني ده مشروع كابيتانو يعني هيساعد كتير ناس
اللي هم يوصلوا للعالمية إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إحنا بنتكلم إن يمكن البرنامج مستهدف المواليد 2008، هل بنتكلم مواليد 2008 بس ولا مواليد 2008 فيما بعد كده؟ لا لا، هو 2008 بس، 14 سنة السنة دي. إن شاء الله السنة اللي جاية هيكون مثلا إيه، هيفتحوا المواليد ممكن 2009، يعني كل سنة بياخد مواليد، بس السنة دي بس 2008. بس عدد كبير ما شاء الله من 2008، وفي عدد مواهب كتيرة. يعني انت هتتابعوا البرنامج وان شاء الله الناس كلها. طيب أستاذة سارة، حضرتك قلتي كده في الأول كلمة عجبتني قوي، ان الولاد جعانين كورة، وده مهم جدا وحلو قوي قوي. هل في موهبة كده او اتنين من غير ما تحرقي لنا، يعني حسيتي انه الولد ده او يعني الموهبة دي رهيبة؟ لا، في انت عارفه اللي في الاولاد بيكون عندهم مواهب. في ولد مثلا ايه، كان مثلا اول يوم بيكون خايف، تاني كل مباراه بيتحسن. يعني حضرتك، ان انا مش عايزه احرق البرنامج، بس انت لا مش هنحرق، حاجه، احنا متحمسين. بصوا، هتلاقوا مفاجآت كتيره، وهتلاقوا في النهائيات حاجات حلوه. بس انا مش عايزه احرق لكم البرنامج، عايزاكم تستمتعوا بيه. مش هنحرق، لكن فعلا فعلا في مواهب في مصر كتير اكيد، بس احنا عايزين المشروع زي كابيتانو مصر عمل مساعده وحل كتير لجميع اللاعبين اللي عايزين ينضموا لكابيتانو مصر، ويكونوا فعلا زي محمد صلاح. اكيد محمد صلاح. طيب الاهالي بقى، مش هتحرق لنا حاجه، لكن يعني عايزين بس نعرف الاهالي، هل بتلاقي دعم كبير قوي من الاهالي للاطفال؟ بالذات حضرتك قلتي في اوقات الاولاد ممكن يخسروا فيعيطوا، فتلاقي الاهالي بتتصرف ازاي؟ والله ده في كان في عياط وفي فرح وفي كل حاجه، بس الاهالي كانوا متقبلين. طبعا كل ام او اب عايزه ابنها يكون هو رقم واحد، اكيد اكيد. بس احنا يكون عندنا هدف، اللي احنا بنعلم حتى المعسكر كان مش بنتكلم بس على الكوره، كنا بنتكلم ازاي انت بتخسر تتعامل ازاي لما تفوز، في المعامله، وبنتعامل في التغذيه، وبنتعامل في الحاله النفسيه. كل يعني مشروع كابتن مصر حتى ازاي بيتعاملوا مع الاهالي. يعني حتى لما الاولاد كانوا بيعيطوا او ده، لا دي بدايتك مش نهايتك. كل حاجه بصراحه المشروع اللي معمول كابتن مصر حاجه هيفيد كل الاولاد. حتى الولد اللي طلع من بناه ده اتعلم حاجات كتيره. اكيد. طيب استاذه ساره، المتاهلين بقى او الفايزين، المواهب اللي تم اكتشافها هيتم التعامل معاها ازاي؟ هل هيبقى في الحقهم بنوادي معينه؟ ايه اللي هيحصل؟ لا، هو هيبقى في طبعا في الاولاد، طبعا اقول لحضرتك حاجه، الاولاد حتى اللي بيطلعوا او ده بيكونوا بيتمرنوا في تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه. يعني بيتجمعوا بيتمرنوا، يعني الاولاد اللي بيطلعوا بيتحسنوا، يعني بيبقى في تدريبات. وكمان الاولاد اللي هيكونوا مميزين في مشروع اللي هيبقى فيه اكاديميه، وهيبقى الفينات اللي هتطلع بره، والفينات اللي تتوزع في الانديه كلها. هايل، كل الشكر ليكي يا أستاذة سارة حسنين، عضو فريق كابيتانو مصر. بنتمنى لكم التوفيق، ونتمنى إن شاء الله نشوف أكتر من محمد صلاح في الملاعب المصرية، وإن شاء الله مش بس نتأهل لكأس العالم، لا، حلمنا الفوز بكأس العالم، ونقدر نعملها، وعندنا مواهب شابة كتيرة جدا. كل الشكر ليكي مرة تانية.